تواصلي من اجل البوح والحكي والفضفضه لمشاكلنا اليوميه في العلاقات الاسريه والغوص في عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وجمعه مباركه. حديثنا ايها الاحباب الكرام اليوم عن موضوع دعائم الاسلام. دعائم الاسلام انطلاقا من حديث النبي, النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان لماذا هذا الحديث؟ لأنه في هذه الظرفية الأخيرة، سمعنا هناك موجات لاعتناق الإسلام. عدد كبير من الناس في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وفي الصين، بدأوا يبحثون عن الإسلام. كلما وقعت أزمة، سبحان الله، كلما وقعت أزمة في المجتمع وتأذى فيها المسلمون وصبروا واحتسبوا الا ويكون ذلك سببا في الفضول وحب الاستطلاع لغير المسلمين فينتبه اعداد كبيره منهم الى الدين ويعتنقون هذه هذه الديانه المباركه مثلا لما وقع احراق المصحف مباشره بعدها عدد كبير من الشباب ومن العلماء ومن المثقفين صاروا يبحثون عن ردود الافعال التي قام بها المسلمون فاذا بهم يعتنقون الدين. والظرف الراهنه كما تعلمون هذه الحرب في الشرق الاوسط وهذه الاحداث المؤلمه ايضا جعلت الكثير يتساءل عن سر قوه المسلمين وصبرهم واخلاقهم فبدا الناس يسلمون وان شاء الله تعالى سوف يتوسع هذا المد لان النبي الكريم بشر به بشر بان الدين هو لا يبقي بيت وبر ولا مضر الا ادخله الله هذا الدين وقال ان الله زوالي الارض مشارقها ومغاربها وهو سوف يبلغ الدين ما بلغ منها فاذا قدر لنا ان نلتقينا بانسان يبحث عن الدين ويبحث عن الاسلام ماذا عسنا ان نقول له نقول له ما سوف اذكره لكم في هذه الحلقه ايها الاحباب الكرام سبب نزول او ورود هذا الحديث انه لما ظهر الدين المؤيد في مكه المكرمه والمدينه المنوره جاءت القبائل العربيه تسال عنه ما هو هذا الدين الذي بدا في غار حراء في غار مظلم ثم صار ينتشر وصار يتمدد ما هو هذا الدين؟ كل مره كان النبي الكريم تاتيه وفود او ياتيه بعض الناس او ياتيه اعرابي من ذلك مثلا ما أن رجلا من أهل نجد جاء ثائر الشعر منتفش الشعر ونسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول ثم دنا من النبي الكريم وقال يا محمد خبرني عن الإسلام خبرني عن الإسلام مثل هذا الحدث يتكرر دوما تأتي الوفود إما جماعات أو فرادى فيقولون يا محمد حدثنا عن الإسلام فربك عز وجل ألهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث قال حديثا جامعا فيه جواب لكل من اراد هذا السؤال قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا تعالوا بنا نحاول ان نفهم مضامين هذا الحديث بني الاسلام على خمس معنى هذا ان الاسلام هو بناء الاسلام ماشي غير دعوه اصلاحيه ماشي غير فلسفه روحيه هو بناء ضخم عظيم وهذا البناء له قواعد متينه وله مبادئ راسخه لانه منذ المنطلق هذا الدين اراد ان ينتشر في كل بقاع العالم هو لم ياتي لقوم محددين في زمن محدد هو منذ الانطلاق جاء للخلود وجاء صالح لكل زمان ومكان فهو دين عالمي بني الإسلام على خمس الإسلام ما هو الإسلام؟ هل هو شيء جديد؟ لا الإسلام هو ما جاء به موكب النور جميع الأنبياء وجميع المرسلين جاءوا بالإسلام لا نعتقد بأن أول من جاء به هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلا كل الأنبياء جاءوا بالإسلام إمام الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل كان يوصي أبنائه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون وسيدنا موسى لما جمع اليهود قالوا إن هدنا إليك هدنا بمعنى اهتدينا إليك وسيدنا المسيح لما تكلم عن الحواريين قال من أنصاري إلى الله قالوا نحن أنصار الله نصروا دين الله فكل الأنبياء جاءوا للهداية ونصرة الدين وهو وهو الاسلام ولا تموتن الا وانتم مسلمون كل الانبياء قالوا هذا الكلام فجاء النسخه النهائيه المنقحه العالميه هي التي جاءت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقران الذي هو مهيمن على كل الكتب المقدسه بني الاسلام على خمس خمس يعني هناك اركان اركان وهذا فيه معنى ان ان الدين فيه أصول كبيرة وفيه فروع لابد أن نستوعب هذا المنطق الدين ليس كله سواء هناك أصول الدين وهناك فروع الدين وهناك شعائر الدين فلا بد أن نفرق بينها وهذا علم مستقل يدرسه علماء الأصول وعلماء المقاصد الذين يتصدون للإجتهاد لكي يضعوا كل مسألة في محلها ولا يجمعون كل أحكام الدين في سلة واحدة هذه الأصول هي جاءت في كل الأديان وجاء بها كل الأنبياء أولها ما هي الشهادتان بني الإسلام على خمس أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي كلمة التوحيد هذا الشهادة العظيمة في طرفين الطرف الأول لا إله إلا الله ما معناها أن تشهد بلسانك وتعتقد بجنانك أنه لهذا الوجود رب هذا الوجود لم يخلق صدفة وليست الطبيعة هي التي خلقته فالطبيعة صماء بكماء عجماء وهي مخلوقة فالوجود ليس أنه كان موجود منذ الأزل كما يعتقد بعض الملاحدة وبعض المفكرين الغربيين قالوا منذ الأزل هو موجود أبدا لا بد له من بداية وبدايته مع الخالق فنحن نعتقد بأن هناك إله وهذا الإله هو وحده المتميز بصفات الكمال والمنزه عن صفات النقص والعيب وهو سبحانه وتعالى المستحق وحده للعباده لا نرجو الا الله لا ندعو الا الله لا نتوكل الا على الله فمعنى لا اله الا الله اي لا معبود في هذا الوجود سوى الله فهذه اذا ثبتت في القلب فزت ورب الكعبه لأن كلمة لا إله إلا الله هي سر الوجود وهي مفتاح الجنة وهي من قالها من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجابت له الجنة هكذا قال النبي الكريم ومن كان يعتقدها ويعمل بمقتضاها تبته الله عند الموت عند الموت تقول قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ولكن الذي لا يعتقد بها ما يمكن أنها لسانه ينطق بها ما يمكن ابدا ثم قال لا اله الا الله محمد رسول الله بمعنى انك تعتقد بان البوابه للوصول الى جلال الله وعظمه الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوصول ما يسمى بالطرقيه هناك طرق مؤدات الى الله تعالى كل الطرق مسدوده الى الله الا طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعتقد بانه هو النبي الذي اختاره الله تعالى خاتما للانبياء والمرسلين. لان الاديان الاخرى لا يعتقدون بنبوه سيدنا محمد. يقولون بانه ناقل وانه سمع الانجيل والتوراه وكان فصيح اللسان ونظم هذا القران. وبالتالي يعتقدون بانه انه مدعي. مع ان سيدنا المسيح كان يبشر به وكان كان يقول وابشركم برسول ياتي من بعدي اسمه احمد بل سيدنا ابراهيم الخليل كان يدعو الله يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين كل الانبياء بشروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ليس نبي العرب هو نبي لليهود وللنصارى وللهندوس ولكل البشر في كل زمان ومكان. ربنا قال لي قل يا محمد قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا جميعا لم يقل يا ايها العرب او يا اهل مكه او يا اهل الخليج. قال يا ايها الناس كل الناس الصين والهند والباكستان والامريكيون والافارقه وكل المخلوقات حتى الجن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والجن سمعوا النبي الكريم يقرا القران فقالوا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به فهو مبعوث للجميع هذا يقتضي اننا اننا نوقر سنه النبي صلى الله عليه وسلم لان سيظهر في كل زمان قوم يتطاولون على سنه النبي وينتقدونها وياتون بمبررات بانها ناقصه وان نقلها وتدوينها وقع في خلل وحاشا وكلا. ربك عز وجل هو الذي حفظ الدين وحفظ القران وحفظ السنه. وهذا يقتضي اننا نتمسك بها وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الملاحظ ان النبي الكريم جعل الشهادتين ركن واحد. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. جعل ركن واحد بمعنى أن كل الأعمال لابد أن تتفق مع هذين الركنين الإخلاص لا إله إلا الله الإخلاص لله ومحمد رسول الله يعني أن يكون العمل موافقا لسنة النبي الكريم فأي عمل لا يتوافق مع النبي الكريم فهو مردود من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فبشر عز وجل يتقبل من العمل لا بد من شرطين الإخلاص هو معنى لا اله الا الله واتباع السنه هو معنى واشهد ان محمد رسول الله ونحن نردد هذه الشهاده في الاذان وفي الصلاه وفي كل وقت وحين الركن الثاني ما هو الركن الثاني هو الصلاه ان تشهد ان لا اله الا الله وان تقيم الصلاه واقامه الصلاه الصلاه هي هي فريضه عظيمه ربنا شرعها من فوق سبع سماوات شرعها في اعلى مقام لما وقع الاسراء والمعراج ووصل النبي الكريم الى اعلى مقام كلمه ربه تكليما كما كلم موسى بن عمران وفرض عليه الصلاه. هذه الصلاه هي 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 الصله بين العبد وربه بها نحصل الزاد الروحي النفوس المتعطشه لنور الله فالصلاه تنير القلب وتشرح الصدر وهي مفروضه على كل العباد لا يمكن للانسان ان يق ان يبقى بغير صلاه ليس له عذر اذا لم يكن متوضع او لم يجد الماء فليتيمم اذا كان مريض فليصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب اذا كان مسافر يصلي بالتقصير اذا كان مجاهد هناك صلاه الخوف ينقسم فرقتين فرقه تصلي وفرقه تحرس لا يمكن للانسان ان يترك الصلاه الا النساء عند الحيض وعند النفاس ولكن لا بد للجميع ان يصلي هذه الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله والتمييز بين المسلمين وغير المسلمين بمن نميزهم بالصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر هكذا جاء في الحديث النبوي الصحيح يعني العهد الذي بين المسلمين وأهل الكتاب وغيرهم من الأمم هي الصلاة فلهذا الانسان لابد ان يقيمها وليس له عذر. الركن الثالث قال وايتاء الزكاه فلابد للانسان اذا اسلم وحسن اسلامه ان يؤدي الزكاه، لماذا؟ لماذا ربنا فرض هذه الامور؟ الصلاه هي هي ضمان لتجمع المسلمين، ربنا اردنا ان نتجمع الوحده الاسلاميه لابد ان نكون متوحدين، فرض عنا خمس مرات في اليوم في مسجد الحي وفرض الجمعه مره في الاسبوع. تقام في المدينه وأيضا فرض صلاة العيد في البلده كلها لكي يبقى المسلمون مجتمعون لأن الإسلام هو دين الجماعه يكون الناس مجتمعين ما نقولوش كما يقول الغربيون شاك بور سوا لا نحن لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصيه لابد أن نكون مجتمعين فلهذا في الصلاه نقول اهدنا الصراط المستقيم ولا نقول اهدني بل نقول اهدنا الزكاة أيضا لكي تبقى هذه الجماعة جماعة المسلمة المجتمع المسلم يبقى يبقى قوي لابد له من الجانب المالي لهذا ربنا فرض الزكاة هي عبادة مالية فرضها على العباد اللي هما عندهم المال ووصلوا النصاب وقد قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فكل واحد إذا كان عنده المال لابد أن يعطي الزكاة والزكاة هي طهرة من البخل في النفوس وهي أيضا فيها إحسان إلى الخلق وفيها إعفاف للضعفاء من دل السؤال وفيها أيضا سدا لحاجيات المجتمع باش يبقى المجتمع المسلم اللي هو مصلي كنلقاو في, في الصف الأمامي نلقاو كذلك في الزكاة متضامن ما كاينش الفقر ما كاينش الاحتياج وأي تعطيل لنظام الزكاة هو تعطيل لمبادئ الدين وهو خلل سيكون في المجتمع وهذا ما نلاحظه حاليا لهذا ربنا خوفنا وتوعدنا من ترك الزكاه، فقال لنا بان من يبخل عن اداء الزكاه هناك عقاب في الدنيا وفي الاخره. في في الاخره قال والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ثم قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. هذا في يوم القيامه هناك سؤال وفي الدنيا محق البركه محق البركه المال موجود وكل شيء كيتشكى وكل شيء كيبكي لان لان المال قليل وكل يتمنى ان تتدخل العنايه الالهيه في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما منع الناس الزكاه الا حبس الله عنهم القطر يعني المطر الغيث يحبس بسبب عدم الزكاه فربنا عز وجل أراد أن تكون هذه الزكاة لكي تبقى المجتمع المسلم يبقى مجتمع متكافل متضامن وحدد لنا من يعطيها قال إنما الصدقات لمن للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل الأصناف الثمانية باش يبقى المجتمع بعيد عن الفقر بعيد عن الحاجة هذا هو التكافل الاجتماعي الحقيقي الذي ينبغي أن تتبناه الحكومات لكي نخرج من دائرة الفقر الركن الرابع ما هو هو صيام رمضان صيام رمضان لماذا لأن المجتمع إذا اتفق على أنه يأكل في وقت واحد ويمسك عن الطعام في وقت واحد غادي يبقى واحد واحد تواصل روحي بين أفراد المجتمع فرمضان هو موسم الناس كلهم يصير عندهم تشكيل للفكر فكر واحد وتوجه تربوي واحد وهذا الصيام هو فيه أن الإنسان يجدد عهده مع الله تعالى ويتوب إليه والناس يجتمعون في التراويح ويتضامنون بقفة رمضان فيقع واحد تجمع روحي وفكري وتربوي بين الناس هذا الصيام أيضا مش كل شيء ربي عز وجل أعفى المريض وأعفى أصحاب الأعذار كما في الزكاة الزكاة لا يؤديها الجميع يؤدي فقط الأغنياء أما من كان فقير أو لا نصاب له فهذا ما يخرج الزكاه ثم جعل الركن الخامس والاخير هو الحج، حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا، هذا مؤتمر عالمي الحج اراده الله تعالى ان المجتمع المسلم يجتمع كل مره في السنه، يجتمع الجميع، جميع الدول وجميع الاقاليم وجميع الجهات تتجمع في ارض واحده، لماذا؟ ليكون مؤتمر شعبي ليس فيه القاده فقط في حتى أبناء الشعب يجتمعون لماذا؟ ليعبدون الله تعالى وفي نفس الوقت أنهم ينتفعون ببركات يد الحج ويتداولون شؤون أمورهم كأنه مؤتمر عالمي يطرحون مشاكل الأمة ويبحثون عن الحلول البديلة فهذه أيها الأحبة الكرام هي الدعائم دعائم الإسلام من أراد ويسأل أول مرة أراد أن يدخل إلى الدين نقول له يا سيدي الدين كبير وعظيم وجليل ولكن هناك دعائم هي خمسة لا بد أن تلتزم بها لتسمى مسلما وطبعا هذه الخمسة ماشي كل الدين لأن الدين فيه مجموعة كبيرة من الأحكام وفي مجموعة كبيرة من الشعائر وفي أمور كثيرة من من الأشياء التي هي 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 كلها تدخل في الدين لكن الخمسة هي الدعائم الأساسية فالدين فيه شعب شعب وأحكام جزئية و وكلما زاد المؤمن في اليقين كلما زاد في في هذه العبادات. هذا باختصار ايها الاحباب الكرام هي هو هو جوهر الدين وعمق الدين لابد اننا نجدد ايماننا كل مره بان هذه البديهيات قد ننساها في خضم هذه الحياه ابناؤنا وبناتنا عليهم ان يتعلموها احبابنا اللي في الخارج ناس في الخارج في اوروبا في امريكا نتواصل معهم إذا أردنا أن نبين لهم الدين هذا هو الأساس يعني لدى غير هذا الأساس فزت ورب الكعبة واحد الأعرابي قال لي يا رسول الله إن, إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت هل أدخل الجنة؟ قال لي نعم دخلت الجنة قال وغفر الله لي ما تقدم غفر الله لك ما تقدم فقال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبه فقال النبي الكريم صدق هذا وفاز ان صدق. فنسال الله تعالى ان يحبب الينا الايمان وان يزينه في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين، اللهم امين، اللهم امين يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

مرحبا بكل المكالمات نبداها من اقليم تمارا معنا لالا نجاة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك لالا. الله يجازيك بالخير على هاد ال... هاد, ال... هاد ال... الدروس اللي كتعطينا الله يجازيك بخير. حفظك الله وراك. اي بغيت بالنسبة للمسألة هذه ديال هذا الناس اللي كتعتنق الإسلام عندنا احنا واحد السيدة. زوج بها ولد اختي وهي من برا اصلها من ايطاليا وكتسكن حياتها كلها بلجيكا نعم وتزوج بها وجات لهنا المغرب عندنا هنا اعتنقت الاسلام في المسجد ب... هذا المسجد المجلس العلمي والحمد لله هاد السيده باقا مستمره لحد الان هي عندها ثلاثه الوليدات عند اسماعيل اسحاق جانا تبارك الله ودابا لحد الان هذا كتبكي دائما بعد كتسمع القران وكتاسف لان عند اخوها الصغير مات باكسيدون هو ماشي مسلم وتتقول لنا راه كيفاش ندعمها لان غادي تحرق بالعافيه وغادي هذه المهم واحد الانسان سبحان الله كيفاش قلبها طيب وحنينه بزاف سبحان الله ودابا هي لحد الان تجي عندنا ولا غير حد غيجي عندنا حنا تغطينا هي كتمشي تجري وتغطي راسها باش ما يشوفهاش شي حد عريانه وكتمنى انها غادي تمشي باغا دير عمرها ومني كتبغي ترضع ولدها ولا شي حاجه كتبدا تقول بسم الله وكتقول خالاتها شوفوا الا بغيتي توكلوا شي حد من ولادي بداو تقولوا بسم الله لدرجه ان الولد ديالها هذا عنده 4 هن. تبارك الله حتى هو كيحط السجاده وكيرغم على خالات خالاته ام خالات امه تيقول لهم جلسوا تصليوا وقولوا الحمد لله انا تربوا على هذه المساله غير المساله اللي كانت في قلبي انا وهو ان مازال ثلاثه المرات تقول جوج المرات اللي كتولد وكيكون عندها رمضان ان وكانت وكترضع عامين ما كتنقص من الرضاع نهائيا ومثل ما باش ترجع رمضان كيجيها تيجيها كي صعيب هذا هو اللي كنحس به بان قاس عليها حنا ما بغيناش نزيروا عليها باش ما نفروهاش في الدين نعم. ولكن غير أثنون اللي نقدروا ننصحوا به الزوج ديالها باش ما يزيرش عليها هو تقول لها خصك تحجبي خصك ديري الفولار خصك ديري هذه وبحال راه غيزير عليها بزاف تنقول ليه سير معها شويه بشويه حتى دير باش ما تعرفش بان الاسلام راه صعاب والاسلام قاصح عليها وداك الشيء نعم. حاول مادام انها غادي معك تدريس وكتبغي تسمع القران وتبكي الا هذا الشيء تجويد اللي كيدير في قلبها زعما عندنا امل هذيك الإنسان راه راه كبير وراه سبحان الله ماشي كتمثل وانما راه على اقتناع بهذا الاسلام ديالها دابا دياله. هذا الدرس اللي عطيتينا الله يجازيك بخير بغيتك تقول لي توجهني راه الاخت ديالي اللي كتسجل باش غادي يرسلوا للزوج ديالها ويسير معها شويه شويه حتى تولي تصوم ان شاء الله حتى تولي تقد بانها تعاود ديك بحال دابا عندها شهرين كل الولده كان عندها في رمضان اشنو الحل اللي دير والله يجازيك بخير بارك الله فيك الشريفة، الله يطول عمرك وتقبل الله من الجميع، وهنيئا لهذه الأخت بشرى لها. الحمد لله العدد ديال المسلمين يزداد على إثر كل أزمة ربما تمر بها الأمة الإسلامية تكون فاتحة خير على عدد كبير من الناس، الحمد لله هذه نعمة كبيرة. أولا نقول بأن بأن الدين الإسلامي هو يسر هكذا عرفه معلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فدائما إذا نبشر ولا نعسر نعطي بأن الإنسان اللي بغيت يبدأ بها الدعائم الخمسة اللي قلناها الدعائم الخمسة سهلة لا إله إلا الله محمد رسول الله الشهادتان ثم إقام الصلاة وهي سهلة الصلاة هي عبادة فدقائق وكل شيء كيصلي راح تلهي والبوذيون كيصليو ولكن ليس لله لآلهة أخرى يتصورونها حتى اليابان اللي تكنولوجيا عالية كيسجدوا لبودا وفي الصين اللي عظيمة عندهم سادهارتا هذه كلها كونفوشيوس مانوشيوس هذه آلهة اللي هي يا أساطير قديمة جدا احنا عندنا الدين الحق والخالق المعبود سبحانه وتعالى نسجد له أما البقية ديال الأحكام فهي اللي عنده شي عذر ربي لا يكلفه شيئا مثلا الصيام ماشي كل الناس يصومون هناك اصحاب الاعذار الشرعيه المراه عند عند المحيض لا تصوم الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم لا يصوم الرجل الشيخ الهرم الى كبر والمراه كبيره لا يصوم الى اذا المريض يخشى على نفسه الهلاك لا يصوم المراه الحامل لا تصوم المراه المرضع لا تصوم المراه النفساء لا تصوم المسافر مسافة القصر لا يصوم هذا كلهم كنسميو أصحاب الأعذار الشرعية وربي قال لهم فعدة من أيام أخرى يعني حتى تسهلك الأمور وتعود بخير وعلى خير وبصحة وعافية عتصوم بحال هذه السيدة يتوافق حملها مع رمضان خصها تفطر واجب تفطر لأن عندها جنين وعندها رضيع خصها تفطر وربي قال لها فائده من أيام من اخر الا ما كانش هذا السنه السنه المقبله او السنه اللي بعدها الوقت تشعر بانها بانها مرتاحه ولا تصوم شهرا بكامله ستقطع غتصوم كل اثنين او كل خميس او تصوم الايام البيض على حسب الاستطاعه او تختار الايام اللي يكون فيها النهار قصير والليل طويل غيجي خفيف وكيكون الحال بارد ما كاين لا عطاش ولا تعب لان ربي قال لك اللي اخترتيه مزيان فعدة من أيام أخرى ولكن إلى إلى, إلى كان الإنسان ما عنده قدرة على الصيام أنا ذاك يا أخي كيخرج الفطرة كيخرج الإفطار اللي هو اللي هو الفدية هذا اللي ما قدرش يصوم أما اللي قدر يصوم خصو يصوم وهذه السيدة الآن دابا هي كانت على ديانة أخرى وصارت مسلمة لا نكلفها فوق ما تطيق يكفي أنها قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله ونزيدو نقنعها بان إذا كنت كتامن بسيدنا عيسى لأنك مسيحيه راه راه را المسيحيه في القران القران الكريم بداخله كاين المسيحيه ولا كانت يهوديه راه القران الكريم بداخله كاين اليهوديه يعني كل الاصول ديال اهل الكتاب موجوده في القران العظيم سيدنا موسى مثلا ذكر في القران 134 مره ذكر هو وقومه يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل يا موسى يا موسى, يا موسى كثير وسيدنا عيسى ذكر اكثر من 27 مره يا يا عيسى يا ابن مريم المسيح ذكر كثير وسيدنا محمد ذكر اربع مرات ولكن الخطاب كله موجه اليه صلى الله عليه وسلم فملي كيبغي شي واحد مسيحي مثلا يسلم كنقول يقول الشهاده كنزيدوا على واحد العباره كيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان عيسى روح الله كيزيدها كنزيدوها معاه باش يعرف بانه ماشي انسلخ عن دينه، راه كيعتقد بسيدنا عيسى، لكن القرآن يصحح، عيسى ليس إله، وإنما هو نبي معجزة. وكذلك هذه الأمور اللي غنتكلموا فيها في الحلقات المقبلة، وحنا مقبلة على رأس السنة الميلادية، غتكون مناسبة للحديث عن الأديان الأخرى، عن المسيحية واليهودية والتاريخ، كيفاش تبلورت هذه الأحكام والتصورات، ونقيم بتصحيحها من خلال القرآن العظيم والمعطيات العلمية التاريخية. فكنبغي نقول لك الشريفه زوجة السيده لا ما يحاولش يضغط عليها حبب لها الايمان وخلت تمشي تدريجيا عندنا ما يسمى بسنه التدرج امنا عائشه رضي الله عنها قالت اول ما نزل من المفصل من القران نزل التذكير بالايمان وباليقين نزلوا الاخبار بال ديال الانبياء وديال المرسلين والبعث والنشور والقيامه ما كاينش الاحكام ما كاينش التزامات بالاحكام تقريبا 13 سنة القرآن المكي وهو يبني العقيدة يبني النفوس يبني الإيمان فلما هاجروا من مكة إلى المدينة عاد نزل الوحي ملي كيعمر القلب بالإيمان الناس هما كيسولوا هما كيسولوا فينا الحرام والحلال بغينا نعرفوا الحرام والحلال ففي القرآن الكريم نزلت ويسألونك 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 ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن اليتامى قل ويسألونك عن عن المحيض قل هو أذى ويسألونك عن الأهلة أسئلة كثيرة الناس كيسولوا حتى الخمر ويسالونك عن الخمر والميسر ما في الاول حرام هو شحنهم بالايمان واليقين واحد اللحظه هما من تلقاء انفسهم قالوا ايماننا ويقيننا لا يلتقي مع هذا حتى الحجاب ملي كيمتلئ القلب بالايمان ديك الساعه المراه بدون شعور كتلتزم بالحشمه وكتلتزم بالحجاب وغيرها فخلي الامور تجي تجي ثمره ثمره وانت كتزرع كتزرع الايمان كتشحن كدير بحال البطاريه وبعد ذلك النفس البشريه تتوق الى ربها والى العمل الصالح. فاسال الله ان يتقبل من هذه السيده وان يكثر اهل الاسلام واليقين في كل مقام وان ينصر الله هذا الدين وان يتم نوره ولو كره المشركون. نواصل ايها الاحباب الكرام واللحظه غنمشيو الى مكناس معنا لالا أه، ولدي طيب أه، السلام عليكم وعليكم السلام جمعة مباركة وتشكراتي للمستقبلة أه، المكالمات نعم الله يخليك عندي واحد جوج الأسئلة أه، بالنسبة للزكاة نعم أه، عندي واحد ابن الأخت ديالي سل، سلفته واحد القدر يعني ماشي قليل ديال هذه دي، ولكن را يعني موعدني أنه غادي فاش زعما زي زي يكون يسهل عليه الله بدك الشيء غادي يرجعهم لي هذا من جهه بغيت نعم. نسولك يعني واش غادي نزكي فيهم هذا العام لان عاد عاد حدث مازال ما نعم. يلا سلفتهم له نعم. اه ثم عندي واحد الصديقه ديالي الله يرحمها كنت مسلفاها واحد القدر ديال الفلوس ماشي ماشي قليله حتى هي ما وصلت النصاب ولكن خاصها غير شويه للنصاب خاصها نعم. غير شويه على جوج ديال المليون نعم ودابا العائله ديالها حتى واحد ما وكانت وصات انها كانت كتقول لي راه بنتي راه عارفه ودابا ان شاء الله ما تخافيش غتعطيك وغدير لك أه ولكن دابا في الحقيقه عيد نعيط على بنتها دابا في الحقيقه بنتها ما بقاتش قاعده تجاوبني دابا وانا ما نكذبش عليك ولدي الطيب راني ما سامحت شي بقلبي لان أه كان عندها منين غادي تعطيني منين غادي ترجع لي هذا الشيء ديالي واللي بغيت نسولك واش دابا هذا القدر حتى هو نخل... نخرج عليه نعم نخرج عليه شي حاجه وخل... يعني واش نزكي فيه سمية الله يتقبل منك وجزاكم الله. الله بخيرا تقبل سمي الله سمية الله يجازيك بألف خير أو شكرا لك لا إلى ست المؤمن كسول على أحكام الزكاة يعلم بأنه فعلا صادق الإيمان وصادق اليقين لماذا؟ لأن الزكاة مرتبطة بالمال والإنسان من طبعه يحب المال يحبون المال حبا جما قليل اللي هو يا عنده هذه النعمه ديال انه يحب العطاء لان البشريه هكذا خلقهم الله تعالى فجوابا على سؤالك الفقهي للسوميه هذا ابن الاخت انت سلفتيه كتسولي واش تخرجي الزكاه من داك المال ديالو ولا لا السلف كيقول لك العلماء الا الا كنتي متيقنه عندك يقين بانه غادي يرد لك فلوسك ملي لك يبلغ النصاب ويمر عليه بالحول كنخرج زكاه هو باقين عنده وكنحسبهم كانني خديتهم إذا كان عندي يقين انني غادي ناخذهم اما اذا كان عندي شك واش غادي يعطيهم لي في الوقت ولا حتى هو غايقول لي راه عندي واحد العذر ورا عندي واحد الحاجه ما كتش محتسبه جاتني شي ظروف صعبه فهنا العلماء لا تزكي عليهم حتى تمسكهم بيدك ملي تشدهم بين يديك عاد ديك الساعه كتخرج فيهم الزكاه ما حد انت مسلفهم فانت معفي من الزكاه هما راه يشتغلوا في عمل صالح إيه الا يعني كان ابن الاخت من الفقراء ومن الضعفاء يعني كنحسب الزكاه ليه هو بحال مثلا عطيه جوج مليون غن غنقول مثلا غنقتطع واحد القدر ديال المال ديال الزكاه لصالحه هو هو اولى اولى من الغريب لان دمك دمك ولحمك الرحم ديالك هو الا الا عطيتيه الزكاه وكان فقير ومحتاج عندك اجران اجر الصدقه واجر القربى وطبعا ما يكونش تحايل كاين بعض الناس كيقول كي لك كيوزع كي على العائله ديالو وكيخلي الناس الغرباء امتى <متحدث> <متحدث> كتكون على العائله جائزه خصهم يكونوا فيهم من الاصناف الثمانيه اللي ذكرناهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفه قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل يكون من الاصناف الثمانيه من المحتاجين ماشي كنت هو عنده نعطيه إذا كان مستور وعطيته لكن يكون خالفت امر الزكاه نعطيها للفقير والمحتاج اللي هو فعلا حقا محتاج هذه السيده اللي عطيتها وتوفات هو كان عليها ان توصي لأن من الأسباب التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة بشدة هو أنه إذا كان عنده ديون حتى إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا جاءه بجنازة باش يصلي عليها يسول هل عليها دين إذا قالوا عليها دين يقول صلوا على صاحبكم أو صلوا على صاحبتكم لأن ما باش يصلي عليه لأن باش يخوفنا اللي عنده شي حقوق سيؤديها يعجل يعجل ما تبقاش تتلكى تقول من بعد ما تعرف الحياة قصيرة ربما قد يباغتك الموت إن يأتيكم إلا بغتة دابا هذه السيدة رحمها الله تعالى كان عليه أن توصي أبنائها أو تدير وصية وصية كتابة أو غير أوديو دابا الآن وقع الذي وقع الله سبحانه وتعالى ويعوضك احنا دائما عندنا واحد القاعدة ما كاينش الخسارة اللي أعطيتها راه واللي خديتيها راك خديتيها واللي مشات ليك يعوض مولانا الله تعالى عنده قانون التعويضات الالهيه فهذا السيده الى قدرتي تسامحيها وطلبي الله سبحانه وتعالى يعوضك فيها الى إيه ما بغيتيش تسامحيها راه ممكن تحتسبي تقولي مثلا انا عندي واحد عشرين الف درهم مثلا هاي عندي خارج عند السيده ملي ما نخرج الزكاه نقتطع منا لان الزكاه كل واحد فينا فقيه نفسه ممكن يقطع ممكن يزيد ممكن ينقص المهم انها تخرج وتعطي لمن يستحقها ممكن تقولي هذا المبلغ نعتبره انا من باب الزكاه بحال هذا العام تخرجي مثلا 10 مليون او تخرجي منها مثلا واحد 5000 درهم غتقول ها هي 5000 درهم بعدا راه انا معفيه منها حتى عطيت لديك السيده صدقه عليها ورحمه عليها ممكن تفعلي هكذا باش تطيب نفسك وتاكدي سيدتي الفاضله بانك في جميع الحالات انت رابحه اذا سمحتي رابحه الى طلبت بحقك فانت لست بخاطئه وربك عز وجل يعوضك بالكثير باذن الله تعالى هذا المبلغ هذا السيده اللي تبقى مبلغ النصاب لا يلزمك لان من 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 الالزام في الزكاه ان يبلغ النصاب والنصاب كيطلع وكينزل اللي هو 83 غرام ديال الذهب حتى الذهب مره كيطلع مره كينزل كنشوفوا مول الذهب شحال الجرام غادي يقول لنا شحال الجرام حنا غنضربوها في 83 الحاصل هو نصاب الزكاه خاص يكون النصاب ثم يمر عليه الحول يعني عام بكامله وذاك المبلغ محطوط بين يدي وانا لست محتاج اليه ثم بعد ذلك يكون خالي من الديون ما نكونش عندي ديون الا عندي شي ديون نعطي الحقوق لاصحابها اولا عاد نفكر في الزكاه نتخلص من الديون ثم يكون ملكا خاصا لي وحدي معليش في شريك وربك عز وجل يتقبل منا ومنكم الله يعطيك الخير والبركه لنا سميه وزادك الله من فضله ومن نعيمه وهذه الاركان ايها الاحباب الكرام هي كما ذكرنا هي الدعائم الشهادتان اقامه الصلاه ايتاء الزكاه صوم رمضان حج بيت الله الحرام هذه الدعائم للاسلام اللي عنده هذه هذه الدعائم راه ليسي باسي يعني هذا راه عنده الاسلام الحقيقي حينما نبشر الاخرون الاخرين نبشرهم بالدين نعطيهم الاصول ديال الدين اولا ومن بعد خليهم هما يقلبوا على الفروع هما هما غادي يقول لك يسول على التفاصيل ديال الصلاه ديال الوضوء ديال الركوع ديال السجود ديال اللباس ديال الطعام ديال الزيارات العائليه التفاصيل هي هي الانسان خليه هو يبحث عليها انت الدور ديالك تقوم بعمليه الشحن كتشحنوا في قلبه ماشي كما يقول البعض هناك الربوبيه والالوهيه كاين بعض بعض الفئات كيديروا غير التبليغ وكينتقدوا من الاخرين كيقولوا هؤلاء كيحيوا الربوبيه وكيعطلوا الالوهيه وليس كذلك مساله تعليميه بالتدرج كنبداو في الاول بالالوهيه الله رب كل شيء هو الذي خلقنا هو الذي انعم علينا بالنعم وهو يرانا ويراقبنا واذا اخطانا يغفر لنا وخلق الوجود من اجلنا وسمى نفسه الستار من اجل ان نحن المذنبين سمى نفسه الغفار وسمى نفسه القهار من اجل الاخرين الذين يظلموننا هذا كتسمى الربوبيه كنشحن الانسان بالايمان ومن بعد كتجي الالوهيه الالوهيه هي الاحكام الشرعيه ماذا شرع الله تعالى ماذا حرم الله تعالى ماذا اباح الله تعالى الاحكام الشرعيه المعروفة في الفقه الحلال والحرام هذا الانسان هو بطبعه راه ملي غيتشحن بالايمان راه هو ما يقبلش يدير الحرام غير يسول على 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 هذه التفاصيل وبذلك ينمو المجتمع المسلم نموا سليما ونموا مباركا وهذا اللي غادي يوقع باذن الله يعني هذه الاحداث المؤلمه اللي احنا كنعيشوها اللحظه لا نيأس بالعكس آه ربما نخطو خطوه الى الوراء لكي نتقدم عشرة الى الامام وكما يقال رب ضاره نافعه رب ضاره نافعه وهذه الازمات اللي كاينه غتنكشف الحديث النبوي الشريف وفي الذكر يقول اشتد أزمة تنفرج أسأل الله تعالى العلي القدير أن يفرج عنا وعنكم أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم يا ارحم الراحمين احفظ هذا البلد الامين وسائر بلاد المسلمين اجعل بلدنا امنا مطمئنا اجعل فيه الامن والامان والسلم والسلام، اللهم كثر خيراتنا، اللهم رخص اسعارنا، اللهم امن اوطاننا، اللهم احفظنا بحفظك اختنا لالا مريم معنا في الاذاعه كتقول لي بغيت المستمعين وحد الدعوه الخير لأن مريم مسؤوله كبيره في الاذاعه منذ ان عرفناها والقلب الطاهر ودائما الابتسامه الطيبه وتقدم المساعده لكل من طلبها منها اللهم يا رب اختنا مريم اللهم علي الدرجات ديالها اللهم يا رب احفظ لها زوجها واولادها اللهم اجمع شمل عائلتها اللهم يا ربي اجعلها مباركه في كل وقت وحين وهذا الاخوه اللي معنا الان كيشوفوا فينا كلهم واحد المجموعه ديال العمال وديال الموظفين وديال الاعلاميين اسال الله تعالى ان يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ويرفع درجات الجميع إنه سميع قريب مجيب ونطلب الله تعالى يديم علينا نعمة الإيمان ونعمة الصحة ونعمة اليقين وأن يرزقنا رزقا حسنا وأن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب كل من عنده حاجة في قلبه ونفسه وضميره اللهم عجل له بالفرج يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى يا رب انك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم امراضنا فاشفها وتعلم حاجاتنا فاقضها وتعلم اعداءنا فاكفنا شرهم اللهم يا رب كما جمعتنا على اثير هذه الاذاعه المباركه اذاعه ميد راديو اجمعنا قريبا في مكه المكرمه وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منى ومزدلفة ويوم القيامة اجمعنا في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم قولوا معنا جميعا آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله